السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلابنا طلاب الصف الثاني في مدرسة المناهل الدولية، وكل عام وأنتم بخير جميعا. نعم طلابي الأعزاء، نكمل سلسلة الدروس المترجمة في اللغة التركية في طلابنا الأعزاء. نعم، اليوم طلابي سوف يكون درسنا في تشالشما كتاب، يعني دفتر التلميذ، الصفحة 73. يتمشوش يعني. باك فياز، انظر واكتب. طلابي كما ترون هنا لدينا صور لحيوانات. هذه الحيوانات هنا ما موجد لدينا صفة هذا الحيوان، يعني مثلا صفة هذه الزرافة الطول، صحيح؟ إذا هذه الزرافة تمتاز بأنها طويلة، صحيح؟ في المقابل لدينا هنا الحيوان طافشان، يعني أرنب. أرنب والزرافة، كيف نستطيع أن نقارن بينهما؟ مقارنة هنا كارشلاشترما، مقارنة. زرافة طافشاندان دها أزن، انظروا طلابي، زرافة الزرافة، طافشان طافشان ما معناه؟ يعني أرنب. دان يعني من، زرافة طافشاندان يعني الزرافة من الأرنب دها أكثر. انظروا طلابي، في اللغة التركية دها، اللغة العربية معناها أكثر، أذن طول، تمام؟ إذا أنا أقارن بين الزرافة والأرنب، زرافة طافشاندان دها أذن، تمام؟ المقارنة الأخرى طافشان، الآن الأرنب، سوف أقارن الأرنب مع الزرافة. طافشان زرافدان ده قصة، يعني الأرنب أقصر من الزرافة. يعني قارنا في الأول، سوف تقارنون طلابي بين الحيوان هنا في القسم اليسار مع الحيوان في القسم اليمين، وبعدها سوف يكون العكس. يعني هنا هو كابلان، صحيح؟ كابلومبا، كابلا كابلومبا دان دها هزلة، طبيعي دها هزلة أسرع. بعدها هنا كابلومبا كابلامدان دها يواش، يعني الجملة الأولى النمر أسرع من السلحفات، القسم الثاني السلحفات أبطأ من النمر. هكذا طلابي سوف تكملون الدرس من المعلمة الثانية. هنا أيضا مقارنات الحصان والقطة، هنا بقرة لدينا ومعزة، وهنا لدينا فيل وفارة. القسم الثاني طلاب، هنا كابلومبا إن، برأيكم ما صفة السلحفات؟ معروفة السلحفات في البطء. هنا الدب، وهنا الأسد، عفوا النمر، وهنا زرافة، وهنا الفيل. صفات هذه الحيوانات سوف نكتبها، مثلا أعطيكم مثال، أي إن إمبوك هايفان، يعني هو الحيوان الأكبر، هنا كبير. كابلان كابلان النمر، هنا إن هزل طبيكي، إن الأسرع، إن هزل هايفان. وهذا التمرين طلابي سوف تكمله أيضا من المعلمة في الفيديو. هنا لدينا طلابي مقطع صغير، ميرفا بيبكير، ميرفا إنشوك هانجي حيوان سيفيرسون، تسأل بكير أي حيوان تحبه أكثر. إنشوك أصلا سيفير، هو يحب بكير الحيوان الأسد. أصلا شوك كويتلي، يعني الأسد هو قوي جدا. زيبراي سيفيرسون، تسأل مروة بكير هل أنت تحب
هل أنت تحب الزيبرا، حمار الوحش يعني؟ إيه زيبرا سافيروم؟ نعم أحب الحمار الوحش. زيبرا سياه في بياز رينك، يعني لونه أبيض وأسود. ماي مونو سافيرمسون تسأله هل تحب القرد؟ هير لا أحب أنا القرد. ماي مون جوزيل دي ليس جميل. تشيركين بين حيوان، هو حيوان قبيح. الآن دور ميانلش، هنا سوف تضعون كلمة صح أو خطأ، سوف تنقلون طلابي المعلومات من المعلوم، يعني سوف تنقلون هنا الجمل إن كانت صحيحة أو خاطئة من المعلومات التي أعطيت لدينا في الجزء العلوي. مثلا بكير مايمونو تشوك سافيور، انظروا طلابي مايمونو سافيور هير مايمونو سافيور، إذا بكير لا يحب، هنا خطأ يانلش. بكير إن تشوك أصلا سافيور، هو يحب أكثر حيوان وهو الأسد، نعم صحيح. هنا طلابي صح أو خطأ، نعود إلى النص في الأعلى. هنا طلاب لدينا أسئلة، هنا لدينا أسئلة سوف نقوم بالإجابة عنها من الفيديو السابق، سوف أقوم بالترجمة. إن كويتلي هايوان هانجسي، أي حيوان الأقوى؟ إن أر هايوان هانجسي، أي حيوان أثقل؟ أر أثقل يعني في الوزن. إن يوا إن يواش هايوان هانجسي، إن يواش يعني أي حيوان أبطأ؟ إن هزل هايوان هانجسي، أي حيوان أسرع؟ إن هزل هايوان هانجسي، أي حيوان أطول؟ نعم. وظيفتكم طلابي الصفحة 75. جف جف بيوك، جف جف بيوك، هوروز دها بيوك، كويون ام بيوك. انظروا طلابي، مثلا هنا لدينا صوص، صوص لدينا جف جف بيوك، الصوص كبير. هوروز دها بيوك، الديك أكبر يعني أكثر كبر من الجفجف. الصوص أكبر حيوان لدينا كويون إمبيوك، أكبر حيوان من هذه بالنسبة لهذه الحيوان طلابي، انتبهوا من هذه الحيوانات. مثال آخر كورت آر، الذئب يعني ثقيل. أيو هنا أيو الدب، هل هو أثقل من الذئب؟ طبعا. إذا ما سوف تكتبون أيو دها يعني أكثر، سوف أكتب لكم دها دها أر، نعم دها 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 أر، تمام. آخر كلمة طلابي أو آخر فراغ لدينا فيل إن أر، إن أر يعني هو الحيوان الأثقل، تمام طلابي. في هذا الشكل طلابي سوف تحلون الصفحة 75، في هذا الشكل طلابي الأعزاء سوف تحلون الصفحة 75. انظروا كورت أغر، أي دها أغر، إن أغر، مثلا هنا كوبيك أزون، دها أزون، إن أزون، تمام. إلى هنا طلابي الأعزاء ينتهي درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.